السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، أهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل تعليق الرحلات الجوية عبر مدار الرياض، وإلى التفاصيل. علقت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الرحلات الجوية عبر مدار الرياض، وكشفت مواقع تتبع ملاحية خاصة بالرحلات الجوية تأخير السلطات السعودية رحلات كانت مجدولة عبر مدار الرياض لنحو 20 دقيقة عن موعدها المعد مسبقا، ولم تعرف بعد دوافع التأجيل رغم حديث ناشدين على مواقع التواصل الاجتماعي رصد أجسام دائرة تحلق في الجو، لكن خبراء اعتبروا الخطوة بأنها تكشف جانبا آخرا من الذعر الذي يخيم على السعودية مع تلويح اليمن بفرض معادلة جديدة بينها مدار الرياض بمدار صنعاء. وكانت صنعاء قد حذرت السعودية من مغبة استمرارها في التصعيد الاقتصادي، ولوحت بفرض معادلة جديدة بينها مدار الرياض بمدار صنعاء. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.